للأسف اسمعوا منيح، كاين زوج ما كاش تعبئة الجماهير للدعوة، سلبي يخرج عادي كأنه غيره، كأن غيره غير معني، كان يحب الجنة غير ليه. فروت تروح الحومة السلام عليكم واش راكم بخير، تقرب منهم كما قال قالوا عن الليث والأوزاعي، قرأوا التفسير سفيان الثوري قال كانوا أئمة عامة، كانوا أئمة عامة يجلسون إلى الناس، هذو علماء كبار، حنا عادي عادي وليت حومة يصلي برك ما يجلسش مع العامة، ما يجلسش مش يعرف القدر، شو القدر؟ بالعكس قرب منهم تشوف كيش يرفعك ربي سبحانه وتعالى، يرفعك فوق فوق، لأن علاش من تواضع لله رفعه، ما يوصلوش للناس، يروح يقتصر على ما سمعه ويذهب إلى البيت وانتهى انتهى، حتى أهله لا يبلغهم ما سمعه، الأخت دياله المفروض غير يدخل واحد يسمعك واحد الدرس رائع وتسمع، يبلغ لها كلمة طيبة أخوه في البيت كذا، هذه الدعوة. هذا الصنف الأول صار سلبيا، الصنف الأول واش صار؟ سلبي ما يدير ولا يرجع للدار خلاص. كاين الصنف الثاني العكس، تعبئة الجماهير لضرب الدعوة، تعبئة الجماهير دي اللي هلكت لضرب الدعوة، بمعنى يسمع درس في التحذير من فلان وعلان، يجي للحومة واحد الدرس وشنو بالك تسمع فلان، هنا تعبئة الجماهير دب وبدت تمشي وبدت تمشي. أين وصلنا الآن؟ صرنا نعيش إرهابا فكريا، صرنا نعيش يعني خلاص الإنسان صار في ضيق بعد أن وسع الله تعالى عليهم الحال، لذلك نبتلينا بهذا الزوج. فإذا لما عجز هؤلاء السلبيون عن تعبئة الدعوة للناس صار ظهر هؤلاء، مفهوم؟ لهؤلاء عجزوا، هو بمجرد عجز هؤلاء تتأخر الدعوة، فكيف إذا جاء مكانهم؟ أظن الفكرة وصلت.